في إطار التعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجمعية قطر الخيرية، هناك طبعا آلية لتوزيع مونة رمضان لشهر رمضان المبارك لهذا العام لفئة المسنين من مستحقي الضمان الاجتماعي، طبعا من أبهاتنا وشيباننا، سواء أمهاتنا المطلقات والأرامل وأسر السجناء، هذه من فئات الضمان الاجتماعي. الحمد لله اليوم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، دولة قطر اليوم الضمان الاجتماعي أو معاش الضمان الاجتماعي هو الأعلى في المنطقة الحمد لله. وهذا يعني طبعا بمناسبة رمضان لإدخال الفرحة والبهجة على هذه الفئة، راح يتم إيصال هذه المواد التموينية لهذه الفئات وهذه الأسر لأن بيوتهم من خلال بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية من خلال قاعدة البيانات اللي موجودة لدى الوزارة وبيانات سكن هذه الفئات. طبعا المواد التموينية اللي راح يتم توزيعها راح تكون على حسب حجم الأسر. فنشكر جمعية قطر الخيرية على مبادرتها وإدخال الفرحة على هذه الفئة الغالية علينا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدوم على دولة قطر العز والرخاء في ظل قيادة سيدي سمو الأمير الله حفظه. السلام عليكم. بداية يعني أهنكم شهر رمضان وشهر رمضان مبارك. حقيقة نحن سعيدين جدا اليوم أن قطر الخيرية اللي كلها تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حقيقة هذا التعاون نحن يعني نقدم هدية لفئة مهمة من المجتمع، وهذه حقيقة يعني هدية أعتبرها أنا متواضعة جدا بحجم الأشياء اللي تقدمها الدولة لهذه الفئة، اللي نحن ارتينا الناس نشارك في هذا الشهر الكريم. حقيقة الهدية حتوصل من بيوتهم، وهذا فئة مهمة جدا في المجتمع، وإحنا سعيدين إن إحنا نقدم لهم هذه الهدية. حقيقة يعني خير البلد، خير قطر وصل كل مكان في العالم، ونحن في قطر الخيرية يعني منتشرين في كل مكان في العالم، ونطمح ان كلنا في التنمية المحلية دور هاي بظل يعني نعتبرها يعني هدية نقدمها لهذه الفئة. وحقيقة انا يعني انا اشكر الوزارة انها اتاحتنا الفرصة ان احنا نقدم هذه الهدية في هذا الشهر الكريم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. حقيقة احنا سعيدين اليوم ان نكون متواجدين في هذه المناسبة. احنا طبعا يعني هاي الفئة المهمة من المجتمع، يعني احنا رأينا لازم نهديه شيء في رمضان. حقيقة هي يعني مثل تعرفين الدول ما قصرت مع الفئة هذه وقدمت لها خدمات كثيرة ونفتخر بها، قد تكون ان الخدمات دي الأحسن في المنطقة والأعلى في المنطقة، لكن احنا لازم نساهم معهم بشيء بسيط. يعني احنا الان نعتبر هدية هذا الشهر الكريم لأمهاتنا وأبهاتنا الكبار السن، وهي واجب علينا احنا نقوم به، والهدية هاي تصلهم لبيوتهم وبيستلموه ان شاء الله على حسب حجم الأسرة. وهذا الشيء انا اشكر فيه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمل على ان اتاحت لنا الفرصة ان احنا نقدم هذه الهدية. الفئات 10 حسب قانون الضمان الاجتماعي هم 10 فئات، الأرملة والمطلقة والعاجز عن العمل وأسرة المفقود وأسرة السجين والمعاق والعاجز عن العمل والأسرة المحتاجة، طبعا بالإضافة إلى بدل خادم. عددهم كم كلهم تقريبا بيستفيدون من هذه السلم؟ هذه عدد الأسر اللي راح تستفيد تقريبا 4500 أسرة بإذن الله. الله يجزيكم خير وموفقين يا رب ان شاء الله. هذه المبادره الاولى بالتنسيق والتعاون بين وزاره التنميه الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه وجمعيه قطر الخيريه،
لحقيقة يعني القيمة المعنوية لهذه مونة رمضان لما اليوم هذه الفئة من أبهاتنا وأمهاتنا من كبار السن من فئة الضمان الاجتماعي لما توصلهم مونة رمضان لغاية بيوتهم لفتة طيبة، يعني يحسون قيمة معنوية أكثر من قيمتها المادية حقيقة. الحمد لله مثل ما قلنا اليوم هذه الفئة تحظى برعاية من الدولة، والحمد لله مخصصات الضمان الاجتماعي اليوم في يعني المنطقة هي الأعلى حقيقة في دولة قطر، لكن له جانب معنوي مرتبط برمضان وخير رمضان، فهذه لفتة طيبة وحلوة. يعني نتمنى أنها يعني تكون في مبادرات أخرى شبيهة.